مرحبا فيكم بدليلنا الشامل لإنشاء فيديو البعد الفني Art Dimension لحرفي. اليوم رح ناخدكم لخطوات ومميزات صناعة فيديو. هذا الفيديو بيسلط الضوء على الجمالية والإبداع بحرفة الحرفي. اختار موضوع مرتبط بالثقافة أو الحضارة بتحبه وحابب تعرف الناس عنه أكثر. لازم نقدم الحرفي وفنه، ولازم نورجي أعماله بشكل إبداعي، وأهم شغل نورجي التنوع والمدى اللي بيميز هذا الحرفي وهذا الإبداع. استخدم لقطات ديناميكية عشان يكون في إثارة واهتمام بصري، وطبعاً تلفت انتباه المشاهدين. استكشف مصدر الإلهام عند الحرفي وكيف بتتم عملية الإبداع عنده، واربط هذا الإشي بين تجارب حياته وبين فنه وإبداعه بشغله. شجع الحرفي على مشاركة قصص شخصية وعملية ليورجي كيف عم بيفكر، ويخلي المشاهدين برضو يشوفوا عمق التفكير عند هذا الحرفي. استخدام الأدوات والمواد الموجودة عند الحرفي واللي بيستعملها لما بنستعرضها للمشاهدين، هذا بيعمل بنية أساسية ليفهموا كيف عملية الإبداع وشو الأدوات اللي بيحتاجوها. يمكن تكون في عنا لقطات مفصلة للأدوات والمواد تورجينا علاقة الحرفي بحرفته على مستوى أعلى. وثق عملية الإبداع. لازم نبرز مرحلة تحويل المواد الخام لعمل فني وإبداعي. استعرض هذا التحويل وممكن يجذب انتباه المشاهدين وينال إعجابهم، خاصة إنه بيكشف عن المهارات التقنية والتفاني المطلوب بالحرفة. إبراز التقنيات الفريدة للحرفي بيعطي بعد جميل جداً عند المشاهد، ولازم نسلط الضوء على الخبرة والمهارة اللي بيتميز هذا الحرفي عن غيره وأعماله ليش مميزة. يمكن يكون للتركيز على عمل الحرفي الدقيق بصرياً أداة مهمة جداً للفت انتباه المشاهدين وعرض أساليبه الفريدة في الصناعة. وصلنا لمرحلة كشف النقاب عن العمل الفني النهائي. هاي هي مرحلة تتويج رحلة الإبداع عند الحرفي. لازم نعرض مهاراته وكيف صار معاه الموضوع من بدايته لنهايته، ونشوف المنتج النهائي بأجمل صورة. استخدام زوايا متعددة وتقنيات إضاءة لنبين جمالية هاي القطعة مهم جدا، وبيلفت انتباه الجمهور، بيخليهم برضو مهتمين بالتعرف عليه أكثر. خلي الحرفي يتأمل بقطعته المنتهية أو العمل اللي أنجزه. هذا بضيف البعد الشخصي، ببين الارتباط بين العمل وبين حب الشخص لشغله. يمكن تأملات الحرفي تكشفنا عن فلسفته الفنية وتعمق فهمه لشغله، وبالتالي بينعكس على المشاهدين. عشان نفهم أكثر رح ناخذ هذا المثال. منشوف عنا حرفي بيشتغل بالرسم بالرمل الملون. الفيديو بيعرف المشاهدين على الفن والإبداع بهاي المهنة، وطبعاً تقدروا تحضروا الفيديو كامل، رح نترك لكم الرابط بصندوق الوصف بالدسكريبشن بوكس. بإمكانكم الاطلاع على أمثلة ومقترحات كثير ومتجددة لإنتاج فيديو يوم في الحياة خاص فيكم، موجود بصندوق الوصف تحت هذا الفيديو. في هذا الفيديو حاولنا تضمين مشاهد وأمثلة لفيديوهات لنقدر الجمال اللي بيبدعه الحرفي، ونستعرض مراحل صناعة هذا النوع من الفيديوهات البعد الفني. ننتظر منكم تشاركونا بفيديوهاتكم من خلال إرسالهم على الإيميل الظاهر أمامكم والموجود أيضاً بصندوق الوصف. شكراً لكم على المشاهدة وبالتوفيق.